شوطنا ايضا شوطنا السابع. الشوط السابع لايضا زمول المحليات وهذه انطلاقتها, ونتابع هذه الاشواط ونتابع هذا الاندفاع مع هذا الشوط. والمركز الاول نتابع الطاغي لمحمد بن حمد بن ملهوف الجنيبي اللي على المركز الاول وعلى مقدمة هذا الشوط, بينما النقلة على المركز الثاني. المركز الثاني ومن هناك على المركز الثاني اللي هو سلهود لحمد محمد بن سهيل بن عويضان العامري على المركز الثاني. المركز الثالث سلهود سلطان بن طارش بن بارك بن القوبع ايضا اللي على المركز الثالث, بينما النقلة على المركز الرابع. المركز الرابع حشيم فهد بن سعيد ابو سعيد الخيارين. هنا اللي على المركز الرابع اللي هو حشيم لفهد بن سعيد بن محمد ابو سعيد الخيارين على المركز الرابع. والمركز الخامس نتابع هنا ايضا اللي على المركز الخامس شاهين ناصر بالعوضي بن يحيى المنهالي. والمركز السادس من يصلنا في المركز السادس ومرسال لمحمد بن حمد بن هيان العامري. والمركز السابع ايضا هنا من يصلنا سلهود اللي على المركز السابع اللي سلطان بن سيف بن معضد المشغوني على المركز السابع. المركز الثامن وهناك هملول سهيل بن عويضة بن سهيل الخيلي مع المركز الثامن. والمركز التاسع نشاهد هنا اللي على المركز التاسع اللي هو في هذه اللحظات ايضا مياس لحمدان بن خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي على المركز الثامن أو التاسع. المركز العاشر وأيضا آخر هذا النداء في أول ندائنا في هذه اللحظات الصارم حمد بن سلطان بن سيف المنصوري. وها هي الإذاعة للعشر المراكز الأولى مع هذا الشوط العملاق الذي يحمل الزمول المحليات. وشوطنا أيضا في هذه المنافسة القوية الشوط السابع للمحليات, نتابع هذا الاندفاع مع هذه الزمول المشاركة والزمول التي أيضا تحمل العديد والعديد من الإنجازات القوية. هنا أعود إلى مقدمة الشوط وإلى التغيير اللي جرى وطرأ على مقدمة الشوط من إشعار بن هيان مع مرسال محمد بن حمد بن هيان العامري راعي أيضا الشوط الأول اليوم في هذا الصباح في شوط المحليات. وأيضا راعي مشاكس اللي عصاه في بطانه وقدم العرض الجميل وذهب بناموس وفي رصيده سبع سيارات. ها هو وأيضا نقدر نقول معرض متنقل وما شاء الله تبارك الله يا بن هيان, ما شاء الله تبارك الله على هذا الانطلاق وهذا الاندفاع مع مرسال اللي أيضا يقود ويسير على نهج مشاكس أيضا اللي حقق الإنجازات. ها هو أيضا مرسال لمحمد بن حمد بن هيان العامري على المركز الأول, بينما النقلة على المركز الثاني. سلهود لمحمد بن سلطان بن طارش بالقوبع اللي على المركز الثاني, بينما النقلة على المركز الثالث من يتسلل من الجانب الأيمن اللي على المركز الثالث اللي هو الطاغي لمحمد بن حمد بن ملهوف الاكتبي اللي على المركز الثالث. المركز الرابع نتابع حشيم لفهد بن سعيد ابو سعيد الخيارين اللي على المركز الرابع. والمركز الخامس شعار بن عويضان هناك مع المركز الخامس وانطلاق ثياس الهود حمد بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري على المركز الخامس. والمركز السادس هنا ايضا والمراكز متقاربة في هذا الشوط وان يدل على التنافس القوي من بدايته. نتابع هنا مياس حمدان بن خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي على المركز السادس. المركز السابع اللي بدأ يتسلل في هذه اللحظات هناك شاهين ناصر بالعوضي بن يحيى المنهالي المركز الثامن. ايضا هنا الوصول مع المركز الثامن والصارم حمد بن سلطان بن سيف المنصوري. والمركز ايضا التاسع المركز التاسع شاهين متعب بن سالم بن راشد
ألف تبيع المركز التاسع والمركز العاشر. المركز العاشر اللي تسلل من الجانب الأيمن الله هناك سلهو سلطان بسيف بن معضد المشغوني. يا سلام مع هذا التنافس القوي وهذه المشاركة وهذا الاندفاع، وشاهد معنا أيضا هذه الأسماء القوية، وهناك أسماء قادمة في هذا الشوط. نتابع هذا الانطلاق والاندفاع مع أيضا بن هيان على المركز الأول والسيارة السابعة في صباح هذا اليوم. في هذا اليوم يا سلام ما قبل يوم الختام، نتابع هذه الاندفاع والمراكز الأولى المتقدمة، ونتمنى التوفيق بإذن الله لجميع المشاركين. ها هي النتائج وها هو الفوز، والله اللي يعطي ويمنع، وها هو أيضا اندفاعة هذا الشوط. نتابع هناك هذا الانطلاق، وتشاهدون اللي على المركز الأول هناك المنافسة القوية ما بين بن هيان وما بين أيضا اللي في هذه اللحظات بدأ يتسلل سلهود لمحمد بن سلطان بن طارش بالقوبع، أيضا ينافس في مقدمة هذا الشوط، وأيضا عينه على سويك السيارة، سويك السيارة بالانتظار. المركز الثالث اللي من الجانب الأيمن، المركز الثالث يا سلام الله على هذا التحدي، وأيضا هملول أو الطاغي لمحمد بن محمد بن ملهوف الاكتب اللي على المركز الثالث. المركز الرابع، شوفوا المركز الرابع هنا تنافس تبادل مراكز، وانتو هنا مع ايضا الانطلاق والمركز الرابع اللي بدأ يتسلل في هذه اللحظات الصائر محمد بن سلطان بن سيف المنصوري بدأ يتسلل في هذه اللحظات، وارصدونا ايضا القدوم هنا ايضا من شعار حشيم فهد بن سعيد آل بوسعيد الخيارين، ولكن يرصدون اللي تسلل من الجانب الأيمن هناك اللي بدأ يتدخل في هذه اللحظات، وأول ندى الولد من حاف راشد بن عبد القادر بن حسن البلوشي بدأ يتسلل وفي طريقه إلى مقدمة الشوط. يا سلام يا سلام يا ولد من حاف، يا سلام على هذا الانطلاق وهو في مقدمة الشوط وانطلق إلى المركز الأول، وما سمي ولد من حاف إلا أيضا لديها الإنجازات القوية. ها هو أيضا ولد من حاف على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط لمالك راشد بن عبد الغادر بن حسن البلوشي على مقدمة هذا الشوط، بينما النقلة على المركز الثاني هنا أيضا المركز الثاني مرسال محمد بن حمد بن هيان العامري، والمركز الثالث المركز الثالث الصارم حمد بن سلطان بن سيف المنصوري، المركز الرابع من يصن هناك سلهود محمد بن سلطان بن طارش بالقوبع، أيضا المركز الخامس هنا أيضا سلهود سلطان بن سيف بن معضد المشغوني، المركز السادس هنا أيضا أربع مراكز على المركز الخامس تنافس كلها أيضا، والطاغي لحمد بن ملهوف، حمد بن ملهوف يا سلام الله يا هذا الشوط، شاهد يلي بتشاهد تابع يلي بتتابع. هناك أيضا بن عويضة من الجانب الأيمن، وهنا التنافس القوي الله على هذه الانطلاقة والاندفاع، ووصل شاهين، وصل شاهين لخليفة بن عبيد الحميري اللي بدأ يتسلل في هذه اللحظات، ولكن نعود إلى مقدمة الشوط مع هذا التنافس القوي، وهناك أيضا هذا الانطلاق والمتابعة مع ولد من حاف. ولد من حاف يا سلام يا سلام يا سلام بدأ يتسلل وينطلق ولد من حاف على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط، نتابعه على الصدارة، نتابعه وهو أيضا يشارف على المنعطف الأخير، يشارف على أيضا لوحة الكيلو وخمسمائة متر النهائية. ولد من حاف على المقدمة وعلى الصدارة، بينما المركز الثاني هنا المركز الثاني مرسال محمد بن حمد بن هيان العامري، والمركز الثالث الصارم 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 على المركز الثالث مع حمد بن سلطان بن سيف بن درويش المنصوري على المركز الثالث. المركز الرابع اللي سلهود سلطان بن سيف بن معضد المشغولي، المركز الخامس المركز الخامس اللي هو هملول سهيل بن عويضة الخيل على المركز الخامس، المركز السادس شاهين 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 خليفة بن عبيد الحمير يا
يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام الله على هذا الانطلاق مع شاهين، ولكن بعيد البسعيد الخيارين قادم في هذه اللحظات. حشيم حشيم مع فهد بسعيد بالبسعيد الخيارين على المركز الرابع والمقدمة. يا سلام، بدأ هناك أيضا وصول من شاهين متعب بن سالم بن راشد الاكتبي، وهناك قدوم من مهيض محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة. يا سلام يا سلام، ولكن مرسال مع بن هيان، مرسال وبن حلوة قادم، والصارم قادم، وولد من حاف قادم. الله يا هذا الشوط، الله يا هذا التحدي، الله يا هذه الإدارة، هذه الزمول، ما شاء الله تبارك الله على هذا الانطلاق. المقدمة، الصدارة، التحديات، وارصدونا أيضا سلهود عصافي بطانة سلطان بزيف بن معرض المشغوني. ولكن نعود إلى مقدمة الشوط وإلى مرسال بن هيان، بن هيان. الله يا سلام يا سلام، الصارم الصارم حمد بن سلطان بن سيف. يا سلام، الله يا الصارم، الله يا الصارم، الله يا بن درويش، الله يا بن درويش على هذا القدوم. ولكن سلهود 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 للمشخوني أيضا، ولكن الله يا سلام، شاهين شاهين، مرسال عاد مرسال عاد مرسال عاد، ولكن الله يا سلهود، سلهود اللي خبرتكم عنه، خبرتكم عن عصاه في بطانه، وهو الآن يقود هذا الشوط. يا سلام يا سلام، والحزام الأخضر يرحب يرحب بقدوم سلهود. سلام سويحان، سلام سلطان بن سيف بن معضد المشغوني، سلام وتحية واحترام. ولكن الله الله يا وبران، خالد بن حميد بن حارب، ولكن سلهود، سلام سويحان، سلام سلام سويحان، سلام سلام سلطان بن سيف بن معضد المشغوني على فوز سلهود بالمركز الأول، ويستاهل الناموس على هذا الفوز، فوز سلهود في هذا الشوط. وخبرتكم عنه في أيضا غارته في هذا الشوط، ما شاء الله المركز الثاني من وصل حقيقة أمام خط النهاية. وبران خالد بن حميد بن حارب المهيري المركز الثالث، المركز الثالث الصارم لحمد بن سلطان بن سيف بن درويش المنصوري، المركز الرابع، المركز الرابع مرسال محمد بن حمد بن هيان العامري، المركز الخامس، المركز الخامس شاهين متعب بن سالم بن راشد الاكتبي. شاهدتوا معنا مجريات هذا الشوط، شاهدتوا معنا هذا التنافس، شاهدتوا معنا سلهود اللي خطف السيارة عند الحزام الأخضر وذهب بالسلامات لأهل شويحان، ويستاهل الناموس أيضا على هذا الفوز راعي سلهود قاطع المسافة في هذا الصباح بتوقيت زمني وقدره 13 دقيقة 21 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك سلهود سلطان بن سيف بن معضد المشغوني، جاء في المركز الثاني، اللي وصل في المركز الثاني اللي قدم عرض جميل وأيضا فاجأنا في الأمتار الأخيرة 13 دقيقة 21 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لوبران ومالك خالد بن حميد بن حارب المهيري المركز الثالث، من يصل في ثالث المراكز قاطع عن المسافة. أيضا المركز الثالث لبن هيان اللي في المركز الثالث قاطع المسافة في 13 دقيقة 23 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك مرسال، مالك مرسال اللي أيضا محمد بن حمد بن هيان العامري. تهانينا والناموس.